السلامة والسكينة مطلب الجميع ومسؤوليتهم. تساهم الشراكة بيننا كمواطنين مع أجهزة العدالة في حفظ الأمن المجتمعي. يتحقق هذا التكامل عندما يتعاون الأفراد مع أجهزة العدالة لتوفير بيئة آمنة تلبي احتياجات الناس. ولذلك قام منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع مؤسسة بيرغوف الألمانية وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا بتشكيل لجان سلامة مجتمعية من المواطنين والشرطة في 5 مدن يمنية: صنعاء، عدن، ذمار، المكلا وتعز، لنتعرف على بعض الجهود التي بذلوها. في عدن وتحديداً في أحياء كريتر العتيقة ذات الأزقة الضيقة، يصعب على هيئة الدفاع المدني الوصول بسرعة عند اندلاع الحرائق. وللحد من كوارث وأخطار الحرائق، قامت لجنة السلامة المجتمعية بتدريب 70 شاب وفتاة حول التدخل الأولي الصحيح أثناء الحرائق، كما قامت بتوزيع أدوات ومعدات لإطفاء الحرائق في بعض الأحياء. وفي صنعاء أسهمت لجنة السلامة المجتمعية في رفع القدرات المادية لمركز شرطة العلفي، فتم تأهيل بعض الأقسام والمرافق وأماكن الحماية والتوقيف الخاصة بالرجال والنساء وفقاً للمعايير الإنسانية العالمية. وفي ذمار سعت لجنة السلامة المجتمعية لاستحداث غرفة بلاغات وشكاوى للنساء في قسم شرطة ذمار الغربية ليكون أول قسم يخصص مكاناً للنساء في المحافظة. وللتقليل من حوادث السرقة في تعز، قامت لجنة السلامة المجتمعية بالتعاون مع الشرطة وإدارة الأمن بإنارة الأزقة المظلمة وتثبيت كاميرات أمنية. أما في المكلا، وللتخفيف من حوادث السير أمام بعض المستشفيات والمدارس بسبب مخالفة بعض المواطنين لاتجاهات السير، قامت لجنة السلامة المجتمعية بالتعاون مع إدارة المرور بوضع حواجز شوكية وإضافة مواقف للسيارات في الشوارع المحيطة. كل هذه الجهود توطد العلاقة بين المجتمع والشرطة وتعزز السلامة المجتمعية.